كاين الوقائيات جانب، والجانب الثاني هو التكاثر والنمو والجماليات. ولقينا على انه كثير ديال الارجل تاع الناس اللي عندهم السكري بنوا رجل جديده، ثم كيف نبنيو جلد جديد بعد ما تكون فيه ثقوب او تجاعيد او بقع سوداء. كذلك لقينا كبد بعد ما تتشمع تبني من جديد، كذلك كلى تتبني من جديد، والناس يبنيو من جديد حياه اخرى بعد الياس والبؤس. فلقينا راسنا على انه من الامور الجميله التي تتبني هذه الحياه الجميله وهذا الشيء الجميل هو مواد طبيعيه. يكفي ما دخل فصل الربيع ناكلوا الفول بالخضور ديالو، وناكلوا الجلبانه بالخضوريه ديالها واللوبيا الخضراء، وناكلوا هذا النوع من المواد افضل ما كاين حتى نبني بحياه جديده، لان في كل ما يلزم حتى نمو الجسم يخرج من ذاك البؤس وذاك التقلص ومن ذاك العياء. لقينا كذلك انه عن طريق البذور اللي تنبتها نبات فتتعطينا براعم، ثم نمو، ثم التكاثر، تتعطينا كذلك اعاده بناء الحياه من بعد العقم، اعاده بناء الشعر من بعد التساقط، اعاده بناء الجلد والبشره الجميله من بعد التشحب ومن بعد كذا. وهكذا لقينا على ان الوليدات تيكبروا من بعد ديبيليبسي، من بعد اليامسي لي زانكومبيتونس موتريس، تيبنيو كذلك الوليدات الصغار بحال بنيته صغيره بنات ودن جديده من بعد ما قالوا لها غتعيش البؤس وقله السماع. هذا كله تيبين على انه ممكن نبني ودن جديده، عين جديد. 170 واحد كان عمى بدا تيشوف، بمعنى كاين امكانيه. ففصل الربيع فصل التكاثر والبشاره والبشاره الخير. أكيد. معكم خاصه ومع شهد اف ام الجميله كذلك. اكيد. فصل الخضروات والفواكه وكيف ذكرتي فاولى الوقائيات كتبدا بالاكل ديالنا وبالتغذيه ديالنا، واللي خصنا نركزوا عليه بالخصوص هو ربما الخضر الخضراء في اللون ديالها. طبعا كاينين اشياء اخرى اللي ربما نقدروا نستعملوها في المنزل ديالنا، يعني بغض النظر على التغذيه ديالنا، امور اللي هي بسيطه، مواد طبيعيه اللي نقدروا نتناولوها باش دائما كنقويوا المناعه ديالنا ضد هذه الحساسيات. اذا الشيء اللي غادي نقدر نتكلم عليه كثير، وهذا الفصل هو فصل ديال النحل تيتكثر، فتقدر خليه واحده تعطينا بين 7 ديال الخلايا، اذا فهو ملكات اللي تتكبر، ثم كل وحده تتمشي مع الشغالات ديالها فتبني خليه اخرى. كذلك هذا النحل ملي تيتكثر تيتكثر عن طريق حبوب اللقاح. كل ما كاين حبوب اللقاح جاي كل ما الخليه تتعطي الاذن حتى تكون تكاثر الوليدات الصغيورين، ثم الملكات الصغيورات هما اللي تيكبروا. فكاين غداء الملكات، كاين حبوب اللقاح، وهذو من علامات الشباب. كثير الناس انهم الوليدات الصغار مثلا كان الوليد بيبي 6 شهور كان في بلجيكا في لوبيتال قالوا له سي غادي يموت، ممكن شهر ممكن شهرين، بقى عايش. ومني سول عليه الدكتور داخل المستشفى قال له اش الدري شي ديال هنا بعد 3 شهور؟ نعم. قال له تياخذ حبوب اللقاح مع عسل غذاء ملكات. هنا تتحسوا المواد فصل الربيع الجميل تعطينا هذا النوع من التكاثر وهذا النوع من الحيويه. في كل ما تغمقنا في هذا الفصل الربيع تنخرج منه الكنوز التي لا تفنى. نعم. جميل. بما ان المملكه المغربيه كتعرف تقلبات مناخيه كيف قلت لك في البدايه، وبما اننا على يعني فصل الربيع وكنعرفوا ان هذا التقلب وهذا الجو هذا كاين بزاف الناس اللي كيعانيوا من حساسيات كيف قلت لك، حساسيات ديال حبوب لقاح او غيرها، وكاين الناس اللي ربما المناعه ديالهم شويه ضعيفه. اجي تعطيني وصفه، يعني احنا بغينا دائما نفتتحوا معك بالنجاحات وكذلك بالوصفات الطبيعيه الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي. اعطيني وصفه تقريبا طبيعيه اللي فعلا تقدر الذات ديالنا تقوى مناعتها. اذا نعطي واحد الوصفة غريبة وجميلة جدا ولكن مفيدة يعني. ورق شجرة الزيتون كثير الناس تشكاو منها لدرجة في مدينة وجدة. نعم. حيدوا كثير من شجر الزيتون من حدا بيوت الناس. هنا أقول إلا خدينا ورق الزيتون وخدينا جمرة شعلناها فوق النار وحطينا فوق راس الزيتون مع ذاك البخار ديالو. نعم. أقول البخار أو الدخان بالطبع، الدخان غيولي. الدخان هذا تنشموه في النيف اليمين واليسار 3 مرات في اليوم لمده 7 ايام تتمشي الحساسيه. نعم. علاش؟ لان المكونات على شجره الزيتون واوراق الزيتون بالخصوص مؤهل حتى يتردد نوع من الحساسيه. نعم. ثانيا ناخذوا الزعتر. اجي بدل نبقاو في زيت الزيتون الا سمحتي لي، في 3 اساليب مختلفه. تفضل استاذ كريم. اجي نبقاو في زيت الزيتون الا سمحتي لي، حنا شفنا ان الوريقه ديال زيت الزيتون كثير من الناس مشاو فيها في علاجات طبيعيه، من جملتها هنا نبغيو نصحوا واش فعلا المعلومه صحيحه او لا رفقتك الاستاذ كريم عبد العلوي، المساله ديال السكري
يعني كثير من الناس اللي قال لك ان اوراق الزيتون كتقد السكر حتى ارتفاع ديال الضغط، واش فعلا هذه المعلومه صحيحه او لا؟ لان كثير من التساؤلات وبعض الناس كيمشيو بالغلط يعني ربما المقادير وغيرها، واش فعلا ورقه الزيتون فعلا كتنفع في هذه المساله هذه؟ اوراق الزيتون تنشتغل بهم كثير، ساعدونا كثير في مراقبه السكري، هيبوغليسيميا، ساعدنا كثير في مراقبه امراض القلب والشرايين، منها الضغط المرتفع بشكل كبير، ثاني بوتونسور. لقينا راسنا ليس فقط ورق الزيتون انه ضد هذا النوع، فهو الي انتي هيستامينيك، بمعنى الناس اللي عندهم لورتيكير والحساسيات تيغليه وتيشربوه، حتى نتائج ليس فقط ارقى ما فيه لعلاج سرطان الكبد وسرطان البنكرياس. ممتاز. وعطى نتائج متميزه، فقط الناس اللي عندهم السكر تينزل وتيطيح او الطونسيون تتنزل، اما تنضيفوا لحويجات اخرين واما تستعملوا مواد اخرى، والخير موجود وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. زال غنشوفوا الاساليب الاخرى باش الوصفات اللي كتقوي الدوات ديالنا بطبيعه الحال المناعه ديالنا من خلال الانتقال من فصل لفصل، وبما انه فصل الربيع والجو بديع، اجي مازال في الوصفات. تكلمتي في البدايه على الوصفه ديال ورق ديال الزيتون اللي تكلمنا انها حمائيه وقائيه 100%، كذلك غنتكلموا على وصفات اخرى دائما من خلال المواد الغذائيه ومن خلال التغذيه ديالنا. تفضل الاستاذ. اذا لاحظنا ان المغلى تاع الزعتر ملي تنغليه وتنشموا البخار ديالو، الماء ذاك الماء او المغلى ديالو دافي تنشتغلوا به الانف، مهم جدا في علاج لاغينيت الحساسيه تاع الانف. والجميل هو انه كل ما تنغسلوا به الانف تنلاحظوا على انه اون بو ميغمون ميتريزي لا سينيزيت الالتهاب تاع الجيوب الانفيه. اذا الى ممكن ناخذ الزعتر، ممكن ناخذ الشيح، ممكن ناخذ اليزير، ممكن ناخذ الخزامه، ممكن ناخذ السكنجبير، ممكن ناخذ القرفه، هذو كلهم ديزانفكتون من درجه رفيعه جدا. وهكذا لاغينيت اون بو لا ميتريزي، حتى المشكل ديال لي بولان اللي تنخافوا منه تنقدروا نبنيو لا ميكوز نازال، هذه الجلده الداخليه تاع الانف تنبنيوها عن طريق هذا الاسلوب في ضبط الحساسيه وجمع الجروح ومع النحل تمرير الميكوز نازال اكسترا اوردينارمون، ولقينا راسنا على انه باي باي لاغينيت، باي باي لا سينيزيت، وان شاء الله نخرجوا للربيع ونتمتعوا به، ولا ذاك الغبره ديال لو بولان ان شاء الله غادي نتمتعوا بها ونديروا بحال النحله. نعم. النحله ملي تدخل في وسط النبته وتاخذ الرحيق، ذاك الغبيرات ديال البولان تتكورهم، حنا نشدهم كسكسهم في الدار ونديروا بهم نعمروهم بالتمر مع الزويته وعسيله، وغادي نتمتعوا بالراحه علما. نعم. هاد لا بوسيير دو بولان فيها نسبه من لاسيتيلكولين اكسترا اوردينار وفيها لو سيلينيوم، كلهم سي دي نورو ترانسميتور واحد، دي زونتي اوكسيدون جوج، والشباب في شباب في شباب. مقادير للا حكيمه، صباح النور حكيمه. اهلا حكيمه. السلام. وعليكم السلام، تفضلي حكيمه كنسمعوك. الحمد لله. تفضلي حكيمه. انا حكيمه بغيت ندوز هذاك الدكتور. اييه مرحبا، راكي على المباشر حكيمه. ايه انا جبت ديك المره وراني ملي درت هذاك الدواء للندى هاد السيمانه اللي دازت كنت ناس بنصحت دوك العاد قبلت ندى في يد ديك الدم معده بالدم. فكرني شنو الوصفه اللي عطيناك؟ شنو الوصفه اللي عطيناك؟ عطاني العسيل والماء الغلي مغلى. نعم. وتقيتي الدم. اه عرفتي شنو المعنى ديالها؟ اه عندك المعده عيانه جدا. لا راه انا نسيت ندوز عليها نخليها ودرت الراديو وقلبتها العصب. لا لا ماشي العصب اللي غيدير لك هذا الشيء، هو عندك عندك المس عندك ذاك الغلاف الداخلي تاع المعده غادي يكون عندك مجروح. وطيب كيف كنقول وبالعكس العسل مع الماء هو الدواء ديالها، فقط انه انت غتنتبه لواحد الحاجه، ذاك العسل تشوف منين خديتيه واحد خذ منه معلقه صغيره وحرقه فوق العافيه، لا تقلق حليه غير لوحو ما عندك ما دير به. وننصحك نصيحه اخرى وتاخذ عصير بطاطا. طيب غنحكي عصير بطاطا خذو ثلاثه اربع المرات وسيمانه عيط لنا. بالنسبه للرجاء ربما ملي كنقولوا الماء المغلى راه ماشي خاصها تشرب ما طيب، خاصها تشرب ملي كيدفى شويه كيتغلى وكيعاود يدفى شويه، ياك ولا لا استاذ؟ نعم كيتغلى بحال نطيبو اتاي. نعم ملي تيدفى عاد تنديرو فيه ماشي خاصنا نشربو طيب، هادو خاصو المستمعات الكريمات يردوا لها البال. ناخذوا رجاء من سطات. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه من الله. تفضلي لاله. كدير كدير الدكتور كدير اختي لاباس عليكم؟ الحمد لله مرحبا بك. بغيت نطرح واحد الاسئله الدكتور. راه عند الوليد عيالي عنده 6 شهور.
اليوم دخل السات الدكتوره كان مزيان ما بيه حتى شي حاجه. شنو المشكل عنده؟ ملي جا الاسهال وجا ليا الضل طلعته للسبيطار قالوا لي خصو ينعس. ملي نعس داروا لي التلفازه داروا لي كلشي كان كلشي عنده نورمال. ومن بعد دابا ملي رديته لقاو الدم ديال البلاكيط طاحت لي 60,000 دابا رجعت ليه مزيانه ودابا نفخت ليه الكوفيده والطيحان والحديد طالع ليه رغم ذلك هو عنده فقر الدم. نعم اذا الكبده والطيحان كلهم منفوخين وفقر الدم. نعم الكبده والطيحان. واضح. شحال وليدات تبارك الله عندك؟ شحال ديال الوليدات؟ اليوم دخل اليوم الاول الثالث. شحال الوليدات عندك؟ شحال الوليدات عندك؟ عندي جوج الوليدات وهذا هو الثالث. نعم. مع الاسف الظاهره بديت تشوفوها بزاف. نعم غنجاوبوا راجل ان شاء الله نشتغلوا عليها. نعم ونجاوبوك ونجاوبوك قريبا. يلا ممتازه صباح الخير. عليكم. وعليكم السلام. الله يجازيك بخير. بغيت نسول الدكتور العلوي الله يجازيه بخير. مرحبا بك تفضلي كنسمعوك. عندي عندك ثلاثه الاسئله. الله يجازيك بخير. عندي البنت عندها الودنين دياولها كيديروا لها القشره على برا وكيديروا لها الحكه. ابتسام. الو السلام عليكم. مرحبا. سلام لاباس مزيانه جميله الحمد لله ربي يخليك. بغيت نتكلم مع استاذ زكي الله خيره. ربي يخليك. مرحبا. تفضل. السلام عليكم استاذ كنشكرك بزاف على المجهود اللي كدير. ابتسام عندك سؤال؟ بغيت عندي ثلاث الاسئله الى كان ممكن. نعم مرحبا. اولها السؤال الاول عندي الشهيه كتكون بالعاب بزاف ما كنقدرش ناكل لا الصباح ولا في اي وقت. ثاني سؤالك الثاني ابتسام. عندي الاخ ديالي عنده بحال خرشيتي بحال نقاطي بويزي في عنقو في ظهرو بزاف انتشر له فيطلع له حتى الوجه دابا. سؤالك الثالث ابتسام. مدينة فاس معنا محمد. صباح النور محمد. صباح النور لله بخير. الحمد لله شكرا لك. واش بخير؟ الحمد لله. الله يخليك. انا متبع مع الدكتور العلوي بغيت شي اسئله الله يرحم الوالدين. مرحبا بك تفضل. استاذ. وي نعم تفضل. مرحبا. معك الفقيه سيدي معك الفقيه من فاس. معك الفقيه. تفضل. نعم. كي لاباس عليك؟ الحمد لله ما شاء الله عليك تفضل. الله يكرمكم. مرحبا. الله يخليك. انا كنت قلت لك مره اخرى خطيب ديال الجمعه وكيجيني الام بزاف وداك الالم زاد عليا بزاف بزاف بزاف. فين عندك هذا الالم محمد؟ عندي في البروستات الدكتور راه عارف. عندي الم كثير بزاف دابا ما كنعس لا بليل ولا بنهار رغم انني غادي مع التعليمات ديال الدكتور حرف بحرف. مرحبا تفضل. هذا هو السؤال ديالك كنظن محمد. اي عندي الم الم ما كنعس لا بليل ولا بنهار. شحال معكم انا بهذه تقريبا خمس شهور تقريبا ولا خمس شهور ما شاء الله. غادي نرجعوا للسؤال ديال محمد استاذ واخا ان شاء الله كان سؤال واضح. اكيد غنرجعوا للسؤال ديال حكيمه من اكادير اللي تبعت الوصفه ديال العسل والماء مغلى بالنسبه للمعده ديالها اللي كتقول عندها فيها العصب كتقول انها لاحظت الدم كيخرج لها عند التقيؤ. بغات تعرف واش مساله عاديه او ربما عندها خطا في استعمال الوصفه. هو كانت وقع لي بنيتي عندها شي 16 سنه جات من مراكش كان عندها مشكل في الكلوي ومني تبعت كانت تقي الدم جابوا اون امبيلونس عندي العياده في سيدي معروف. ملي خدات الماء والعسل في الساعه الاولى حبس التقيؤ وحبس الدم. فاحنا في هذه الحاله ديال اخت حكيمه فانا تنصحها بدايه تاخذ عصير البصل ثلاثه اربع المرات علما ان عصير البصل ضد الالتهاب وكيلئم الجروح فتاخذوا ثلاثه اربع المرات في الثلاث ايام الاولى وترجع للماء والعسل. متفقين؟ ولكن لابد ديري فحص طبي بتات اون فيبروسكوبي وتجيبوا لي ونجلسوا جلسه باش نعرفوا نسيروا العمل. مزيان؟ واضح يعني. واضح. نمشيو السؤال ديال راجع من سطات اللي عند الوليد عنده ست شهور تكلمت انه كان جاه الاسهال مرافق للقيء داته المصحه باش انه يدوز لقوا ان الكبده والطحال منفوخين بلس ان الحديد ولا ناقص يعني عنده فقر الدم. اشنو تنصحها؟ كثيروا هذه الحالات مع الاسف يعني ست شهور يعني كثير من الحالات ودي فوا تياخذوا ادويه بحال دي زونتيبيوتيك دي زونتي انفلاماتوار اللي تيهبطوا لي بلاكيت وتيكون احيانا مشكل على الكلى. ففي هذه الحاله ديال هذا الوليد الصغير هو غادي تاخذ حمام بصل. نعم. غادي يشد الماء دير فيه بصله ودوش له مع قويلب ديال الثوم. نعم. ولكن لابد الوليد ياخذ عسل مع الماء عسل السدره
كيلو نديرو فيه 30 غرام ديال الغذاء. اي نوع عسل مع ان العمر ديالو الى 6 شهور؟ عسل السدر. ممتاز. عسل السدر كيلو نديرو فيه 30 غرام ديال الغذاء، وناخذوا فيه معلقه كبيره مع كاس الماء 100 غرام وشويه ديال حبوب اللقاح معلقه صغيره. نعم. يتعلم ياخذوا 9 و11 مره في النهار، هذا عطى نتائج هائله، حيت جاو عندي كثير هاد الوليدات، منهم وليد راه كنت تحدثت عليه المره الفارطه، عنده 4 ولا 5 سنوات، جا من طنجه، كان عنده لي بلاكيت نازلين وعنده سرطان الدم، ملي تبع معنا الشهر الاول الثاني تبارك الله لي بلاكيت طلعوا من 3000 الى 286000، بمعنى العمليه عمليه شقه وعمل، تبارك الله الام ديالو جديه مجتهده، والحمد لله كانت واحد الفرحه وسط العائله كبيره جدا. الولد خرج من خرج كان تيدير لا شيميو وهلكاتو، وتبارك الله ملي مشى لوبيتال قالوا له تبارك الله الوليد نجح. نعم. هذا الاسلوب خصنا نعممو على الوليدات اللي ما تيقدوش على شيميو واحد. نعم. اللي ما عندوش مصاريف لا شيميو جوج، وعطى نتائج في الشهرين الاولى، فهذا اعتراف طبي جميل ونشكرهم شكر جزيل على هذا الاعتراف والتعميم ديالو على الوليدات اللي مساكن مكرسين. ممتاز التعاون يعني بما هو طبي واطر بطبيعه الحال، حتى هما كيديروا المجهودات ديالهم. ضروري. هنا شحال المده تقريبا اللي خاصو يعملها تعملها رجل؟ انا الولد بالنسبه لي حاليا تنتكلم على سنه العمل، ولكن الى الام ما شاء الله عليها بدات تاخذ يا عصير البصل 30 غرام مع 20 غرام العسل مع كاس الماء 9 مرات في النهار، الام هي اللي غترضعو، هي غتساعد. بحال عندنا وليدات منهم واحد كان صفر في وجهه، عنده ليكتير، عنده الصفوريه طالعه، وطبيا كان شويه صعوبه باش انه يراقبوا له هاد الصفوريه. الصفوريه خايبه، تقدر تعطيك ميننجي، تعطيك مشاكل في الدماغ، ديزاتروفي سيريبرال او سيريبيلوز. والغريب هو انه مني الام تبارك الله تبعت 3 اشهر ماء بصل عسل وتترضعوا، مشات الصفوريه. نعم. بمعنى الماء تاخذ ماء بصل عسل 30 غرام عسل بصل، 20 غرام عسل سدره، والام تاخذ عسل الزكم تاخذ له 9 مرات، 7 9 مرات في النهار وترضعوا، نورمالمون بين 3 موا و 6 موا نقدروا نحصلوا على 80% ديال النجاح. ولكن تفضل تعميق العلاج، ما نبقاش ناخذوا العلاج السطحي اولي فيكون عام التعميق، حتى نعاودوا نبنيو الكلى، نبنيو الكبد، نبنيو الطحال، ونخرجوا من المشكل ديال الطحال من الفوق. لي بلاكيت تينزلوا، ما معنى البلاكيت تينزلوا؟ صعوبات اننا انه الدم يتجمع، لي زاغلوميراسيون او الكوكولاسيون ديال الدم. ثانيا الغريب هو انه الوليدات ملي تيكون عندهم لي بلاكيت نازل بخصوص كانت تمشي له 60 تمشي له 7000، هو خصو يكون مينيموم 150000، تبدا الزرقية في جلده وتبدا عنده مشاكل هنا ومشاكل هنا، كله خصنا نتفاداوه. وهنا في لقينا عصير البصل، عصير البصل مع العسل مزيان، والوليدات تي بيبي بولين مع العسل، والام تاخذ بصل عسل بالطريقه اللي تكلمنا، وان شاء الله نجاحات مباركه. وجبنا التحاليل وما تسرعوش. نعم. كل شيء بالتحاليل، كل شيء بلي روبير، نعرفوا راسنا فين حنا، المرحله اللي نديروها نثبتوها عن طريق الطبيب والتحاليل، وحتى العمل يمشي متثبت بلا سرعه بلا تهور. هنا لي بلاكيت باش يطلعوا، بالنسبه للانتفاخ ديال الكبده وديال الطحال الوليد، نفس الوصفه كتعطى او لكن وصفات اخرى اللي فعلا عندنا ثلاثه المشاكل؟ نعم. عندنا انتفاخ الكبد ما غاديش يخلينا نخدموا مزيان. نعم. عندنا مشكل ديال الطحال من فوق، هنا خصو البصل العسل تشربوا مو يشربوش. نعم. هو ثانيا هو غياخذ بولين عسل من بعد الرضاعه ديال البو مزيان. هنا غادي ناخذوا، غادي نعاودوا ننقيو نطلعوا لي بلاكيت. انا لي بلاكيت بفضل الله طلعناهم، بحال وحده جات عندها 7000 دو بلاكيت، طلعت ل 236000 او 224000 واخا في ظرف 3 شهور. وهكذا تنحسوا على انه الاطباء ملي تشوفونا تنجحوا تيسيفطوا لنا الناس في هذا الاتجاه. نعم. لقينا راسنا على انه تنطلعوهم، فاذا حنا نشتغلوا، ولكن المتابعه تكون مضبوطه. نعم. عن طريق وثائق وفحوص حتى نمشوا على بينه، ما نمشوش بتهور دون لو جلوبال. نعم. نشوف التثبت والاتقان. نعم. ممتاز. واضح. ام طه من رشيد اللي كانوا عندنا 3 اسئله، خدينا معنا سؤال واحد، كنتمنى انها تعاود تواصل معنا باش تعطينا اسئلتها الاخرى. السؤال اللي خدينا من عندها كيخص البنت ديالها، كتقول ان ودنيها كيتقشروا من برا وكيحكوها بزاف. هاد انا نعطيكم مادتين، 3 مواد. يلا، المادة الأولى قرص النحل في الجنبات الأذنين جوج، وثلاثة لور الأذنين نهاريا نهار لا، إذا اليمين واليسار، بصلام شوية فوق الأذن، وقلب ديال الثوم ونباتي 100%. سيمانة بإذن الله ما تلقاش القشرة، ما تبقاش تصدعوا راسكم بهذا المشكل ديال الكزيما أو الأذن أو الأذن عمرمة. هذا الأسلوب كافي. إذا نعاود، بصلام شوية 3 مرات في النهار فوق الأذن، قرصة النحل جوج تنحيلات في وحدة اللور هي 3 اليمين واليسار نهاريا نهار لا، وقلب ديال الثوم ونباتي 100%. ولا خدينا عسيلة حبوب لقاح، عسيلة بصيلة غتكون أرقى وأفضل. 7 أيام بإذن الله
باي باي المشكل ان شاء الله. فسجلوه وعمموه تبارك الله. المغاربه لا في المغرب لا خارج المغرب تيعمموا الوصفات بطبيعه الحال وتيجيبوا لي ايطاليين اوروبيين فرنسيين عجيب. وهكذا تلقاو الكرم المغاربه ما كاينش غير داخل البلد حتى خارج البلد. بالنسبه للقشيرات اللي عندها في الودن ديالها ما غتدهنهمش بشي حاجه باش يتهز. هذه الطريقه كافيه غير البصله نتيجه التهاب وغالبا تخلق اكزيما خفيفه. بالعكس حتى الا كانت اوتيت بان اكزيما قبيحه في الاذن من نعم. اسبوع الى ثلاث اسابيع ما تتبقاش. والاغرب من ذلك بصله مشويه فوق الاذن مع لسعه النحل داك اللصق تيخرج من الاذن. نعم ممتاز. داك تعفنات كذا على كل حال حنا كبارين وعندنا هذا المشكل احيانا ما تنعتنيوش ولكن بهذا الاسلوب تتكون عين تتكون وقايه وحمايه ان شاء الله. جميل. مازال اسئله اخرى غادي نرجعوا باش نجاوبوا عليها. وغدا ابتسام من العيون اللي عندها ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول كيخصها هي الشهيه من عاد ما كتاكل شيء شنو تعطيها باش انها تقاد الشهيه ديالها؟ اول شيء للشهيه هو تعلم تاكل منبات الحلوى نص كيلو في النهار. تاخذ 100 غرام على الفطور تطحنوا مع اي عصير بغيتي وتاخذوا في مع الانصالات قبل الغداء والعشيه ونجي وفي الليل. هذا اولا سهل الامتصاص 100% صفر بقايا والجميع فائده ما شاء الله عليه وفي بوكو دونزيم بوكو دورمان وسورتو لي زورمون دو كروسونس اللي هذا في لاسيتيلكونين واحد الشكل جميل. وهكذا يمكننا نفتحوا الشهيه بطريقه جميله. ثانيا انه مزيان تعلموا ناخذوا زرعه كتان جنجل النفع. نعم حقا تيقبعوا شويه ولكن لا كليتي كميه صغيره تعطيك تفتح الشهيه على المدى البعيد. نعم. ثانيا العسل. اجي نتوقفوا عند زرعه الكتان. نعم تفضل. زرعه الكتان اللي معروفه على ان بزاف الناس اللي كياخذوها كوصفه طبيعيه في مجموعه من العلاجات خاصه الحساسيات كيف قلت لتقويه الشهيه. لكن ربما هنا نبغيو نصحوا تصح لنا استاذ. كاين بزاف الناس اللي كياخذوها وكيحمروها شويه وكيطحنوها. فهي ملي كطحن واش خاصها فعلا تبقى مده طويله اولا خاصنا نطحنوا غير الكميه اللي غناخذوها في ذاك النهار؟ هو كلام صحيح. هو كل ما طحنا خدينا كميه ديال 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 3 ايام وثم كل مره نطحنوا افضل. نعم. ماشي توقعنا مع القمح خاصنا نطحنوا ديال اسبوعين ثلاث اسابيع. نعم. ماشي نخليوه ديال عام حتى ما يضيعش وفوائده تبقى مجموعه فيه. فعلى الزربانين بالعكس المرا تبارك الله حدقه في دارها دير ديما البرنامج ديال ثلاثه مرات في الاسبوع تدخل كوزينتها تقاد الامور. نعم. الاساسيه وثم شويه بشويه تقاد الامور. اذا فزرعه الكتان لقينا راسنا على انه ميتا ناكلوها تتقوي الامعاء وتتعطي حسن الامتصاص. نعم. اذا اللي كلينا تستفدوا منه ماشي ممكن حاجه شر امور تناكلوا ما تستافدوش منها. تقدر تكون فعاله استاذ في الزياده في الوزن لان وصلنا سؤال عطيتها مهندسين طلبه مهندسين في اوروبا تبارك الله زادوا في الوزن حصلتوا نتائج متميزه وحتى نسبه الذكاء والتركيز فالنعمه نعطيوها لوليداتنا فالوميغا 3 فيها مجموعه ديال الهرمونات هائلين للنمو. وهكذا يمكن كاين ماء والعسل ناخذوا عسل مع حبوب اللقاح معلقه صغيره حبوب اللقاح في 100 غرام تاع الماء مع عسل معلقه كبيره نديروا عسل السدره عسل الزقوم اي عسل يكون مهم ثلاثه اربع مرات في النهار فهو مهم جدا وهذه من الاساليب المتميزه. نعم. سؤال ثاني كيخص الاخ ديالها اللي عنده نقط بيضاء على مستوى العنق الظهر وغدو كترتفع باش مع الاسف الفتره ديال عصر الزيتون معصره الزيتون انه فات. اما الناس اللي كان عندهم البقع البيضاء دخلوا معصره الزيتون مع العمل والاجتهاد وتبارك الله المعصره تيهزوا المرجان والمسائل فتيبرا. اذا فالمرجان احسن علاج يتعلم يحيد حيواني 100% ياكل خضر فواكه 100% ما طيبينش طبيعيين وديال وقتهم. وثانيا حاول يستعمل بصل عسل سبعة المرات ويغسل بالمرجان ولا قدر يدير حجامه مره في الشهر نورمالمون بين ثلاث شهور وست شهور ما تيبقاش هذا النوع من البقع البيضاء. وهكذا فقط حنا تفرقوا بين البقع البيضاء بهك بالبقع البيضاء برص بالبقع البيضاء مشاكل اخرى. نعم. فحنا تنقولوا بحال المهندس جا عندي تبع معايا اقل من شهر مشاو البقع البيضاء كانوا كبارين. اذا كان بهك. نعم. وكل ما تيكونوا رغم العلاج الطريقه ديالنا ولا بقاو بين ثلاث شهور حتى لست شهور ممكن حتى تسع شهور تيكون برص. وحنا تنشتغلوا هكا تنعرفوه وتنفضلوا الاطباء ديالنا يزيدونا فائده حتى نزيدوا نقويوا الثقافه المغربيه الصحيه. نعم. واضح. اخر سؤال بالنسبه لابتسام الام ديالها اللي قالت لك ان كتحرقها الاذن ديالها بزاف خاصه ملي كتعصب.
الوغ كاين طرق مهمه اللي معروفه في الثقافه المغربيه وتنعصروا البصله وتنقطروا في الودينات، ولكن خصنا نعرفوا واش الودين طبل مثقوب او لا. اذا كان مثقوب ما تقرب حتى تقطيره. مزيان، اذا فتنحاولوا نضربوا بالنحل جوج نحيلات جهه اللحيه وثلاثه في وراء الاذن جهه الشعر، وتنديروا بصله مشويه ثلاثه المرات في النهار، ونحيلات مره بالطبع عندها 11 15 نحله في النهار حسب التحمل، قلب ديال الثوم ونباتي 100%، وعصير عصير فواكه خضر. دابا كاين خز موجود، الفجل موجود، هذا الخير كله موجود، فنتعلموا ان ناخذوا عصائر وتلاحظوا ان جسمكم تيتقوى ولا سيلويت تتقاد والجسم تيستفاد في البشره ولا في حسن الشعر تيطلع بطريقه اجمل، بمعنى القنوات الدمويه بيان ريغي مسقيه مزيان، وتنحسوا حتى المناعه تتكون جميله جدا والعينين محلولين ما شاء الله في الطبيعه الجميله. واضح. مازال غنرجع للسؤال محمد من فاس، وغنستقبلوا مكالمات اخرى دائما على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 اولا 0522 36 05 36. معنا يوسف من وجده. صباح النور يوسف. صباح النور اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. واحد الاستشاره مع الدكتور. اياه مرحبا تفضل. اختي الوالده نتاعي كانت لها لا طونسيو وقالوا لها كلي الثومه، واش الثومه يعني صالحه لها تهبط لها لا طونسيو ولا غير كيفاش؟ قالوا لها تاكلها خضراء. وا قالوا لها تاكلها خضراء. شحال العمر ديالها الوالده؟ 52 سنه. واضح سؤال الاستاذ. نعم شكرا لك. الخير. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. تفضل سيدي. تحيه خاصه لكم البرنامج القيم. شكرا. والاستاذ العلاوي. نعم مرحبا. الله يخليك. عند استاذ السؤال، كنت من دابا 6 شهور جاني بحال كنحس بالمصارن ديالي وداك الشيء ثقال، وكنت دوزت عند الدكتور ديال الجهاز الهضمي ودوزت عند الطب الباطني كيقلبوني كيقول لي ما عندك والو. ولكن انايا من دابا قول دابا شي يومين كنت خديت واحد الاكل في الزنقه، العباره هو عن طحال. انت ما رجع لي داك بحال رجع لي داك الاكتئاب، بحال الاكتئاب وبحال كنحس راسي ما مرتاحش وديما فيه الوسواس ومخلوع. شحال العمر ديالك يا صاحبي؟ من الموت. طيب شحال في العمر ديالك؟ 32 سنه. نعم. عندك لي اسئله اخرى ولا سؤال واضح؟ ما كاينش فقر الدم. نعم. نعم؟ ما كاينش امراض اخرى من غير المشكل ديال الجهاز الهضمي؟ كتعاني من شي مرض؟ لا ما كاينش شي مرض غير هو انا بحال قلتي من برد ديما عندي الوسواس، ديما مخلوع، ديما فهمتي، ديما عندي واحد الاحساس بحال غادي نموت، بحال غادي سميتو. وعندي الجهاز الهضمي ديالي بحال كنحس بما ما مقادش. نعم. انا جيهان من طنجة. صباح النور جيهان. انا سلامتكم. صباح الخير لالا. صباح الخير تفضلي. بغيت نهضر مع الدكتور اذا كان ممكن. اي مرحبا بك جيهان. بغيت نسقسي، عندي واحد المشكل في المفاصل ديالي ديال الركبه ديال الرجلين. اللي كنطلع في الدروج كيخواولي، ما عرفتش الطبيب قال لي فيهم نقص الكالسيوم. عطاني الدواء ديال الكالسيوم بزاف. شحال العمر؟ 35 سنه. ماشي مشكل. واضح. خير ان شاء الله. واضح السؤال جهن من طنجه. شكرا لكم دائما. محمد من فاس او الفقيه محمد عنده الم في البروستات. استاذ فوالا دونك بالنسبه الوصفه الشهور هذه دونك بالنسبه ليا واخد كنت درنا كونترول مؤخرا، فانا تنصح يصبر ويتبع، ولا ودي يدير لي ان كونترول عند الطبيب يعاود لي لا بي اس ديالو ديال نوفو كونترول ايكوغرافي ونشوفوا المره الجايه منين نجي. اما لا ساعات نحل الحجامه ما خرج، وعصير التفاح مع عدنوس باربه ضروري ياخذوا ثلاثه اربعه المرات يخفوا الالم، ونعاود نشوفوا ان شاء الله. ممتاز. نمشيو للسؤال ديال طيب من الدار البيضاء اللي تكلم على ان الجهاز الهضمي نتاعو هو اللي كيألمو، تكلم كذلك انه ملي كياخذ شي حاجه اللي ماشي مطبوخه في الدار او طيبه في الدار يعني كيف قال الطيحال عاد كيحس بداك الالم، كيحس دائما بالخلعه، كيحس دائما بالتوتر، بديك الرهبه من الموت، بمجموعه من المشاكل. عنده يلا 32 في سنه. جاني واحد عنده في تقريبا العمر ديالو وكان عنده الوسواس القهري شهرين ونص بارك الله مشى مخير. نعم. لدرجه انه ليس فقط تغلب على الوسواس القهري. نعم. تغلب كذلك على الضعف الجنسي اللي كان عنده، مرته راه حاملت تبارك الله دابا. فبالنسبه للاخ الطيب غادي ننصحوه باش انه ياخذ ماء بصل. بغيت غير الماء والعسل. نعم. يغلي كاس الماء يدير فيه شويه ديال زيت الزعتر، من يصفي يدير فيه معلقه ديال العسل الحره، وياخذوا 9 و10 مرات في النهار فقط، هذا هو الاكل ديالو. نعم. دون غيره لمده اسبوع، وعيطنا الاسبوع الجاي ان شاء الله حتى نمشيو مرحله
مرحله اولى تنقيه زائد تغذيه، يتغذى باش يتقوى، وثم نشوف المرحله الثانيه من بعد اسبوع. ولكن يتصل بنا ويجدد بنا الاتصال. نعم ممتاز. يوسف من وجده الوالده ديالو كيطلع لها التونسيون، كيقول ان نصحها انها تاخذ ثومه خضراء، واش صالحه للتونسيون او لا؟ ما فهمناش الثقافه، تنضيقوا على راسنا. تنقولوا كاين ماده وحده تهبط التونسيون، كاين عده مواد في الخضر الخضراء، كاين الالف في الاصدقاء ديال الثومه والبصل، كاين المئات. نعم. كذلك في المناهج كاين اساليب متعدده. اول شيء اللي ننصحوا به هو ياخذ زيت الزيتون ايترو، يدير فيه 100 غرام ديال الثوم، ومن ذاك الزيت ياخذ غير 3 معالق ديال الزيت اللي مرقده فيها الثومه، 3 معالق على الريق ساعتين قبل الافطار، وياخذ عصير الخرشوف مع الخيار او التفاح، ياخذوا 3-4 مرات قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، وقبل ما ينعس، بالاضافه الى انه يعيش نباتي 100%. نعم. نباتي ياكل غير الخضار الخضراء، الطاجين، خرشوف، خيار، ياخذ لوبيا خضراء، ياخذ الخضار الخضراء، نورمالمون 3 اسابيع طونسيون تتقد، 3 اشهر يدير كونترول عند الكارديو ديالو، غادي يلقى العروق تنقاو سورتو لي زارتير كورونيريا، غادي يلقى حتى اللي عنده دوالي في الختيتان او في رجلو او في هذا، غادي تبدا ترتاح الام ديالو عند 50 52 سنه، دونك الامر ديالها خفيف. نعم. وتحيد الحيواني 100% نورمالمون. تبع هادشي وكاين اساليب اخرى اللي خصنا نفتخروا بها، هو اللي تنغليو الماء ونديروا له فسطيل مزيان ديال النحاس، داك الخريسات تيديروا قد 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 مزيان، داك القرقبه ديالهم، ونديروا ميها مع اليزير. اليزير الا شربنا تيطلع التونسيون، اليزير مع الماء المغلى تيهبط التونسيون اللي درناه لرجلينا، والا حنا نديروا الحرور او السكنجبير او القرفه الميه رجلينا، تنحسوا الدوره تتنشط وتتخفف عليها في امان الله وحفظه. اذا هذا اسلوب من التغذيه والاستعمالات على الجسم، والا ما نزيدكمش حاجه اخرى باش ما نطولش، عطينا هادشي 3 اسابيع وعطينا خبر. ممتاز. ولكن بغيت تتبع 3 شهور مزيان بهذا الاسلوب ودير كونترول عند الكارديو، غادي يفرح بكم فرحه كبيره، حتى ضربات القلب تتقاد والجسم ترتاح والاستعجالات تنكونوا بعدنا منها بكثير. حنا بينا ليه ان الثومه صالحه، غير هو يستعملها بالطريقه اللي عطيتيه، ولا بغى يستعملها يحكها مع شويه د الماء مغلي مع عسيله يصفي ويشرب. واضح. نعم. جيهان من طنجة عندها مشكل في المفاصل ديالها، كتخوى ليها الركبه ديالها، قالوا لها ان عندها نقص في الكالسيوم. التجربه ديال الناس اللي في الشكل ديال الحاجه، انا غتغلي كاس د الماء، دير فيه عصير البصله 30 غرام، 2 معالق كبار ديال العسل الحره، تنصح بالزكوم، ولكن الماء المغلى دير فيه ورق الزيتون 5 معالق صغيره، مادام سيده دير تمرد الدوش 7 مرات في النهار. نعم. مزيان، وغتحس على انه زيت زيتون على الريق والطاجين الحوت. نعم. 3 شهور الناس في 3 اسابيع الاولى، لا داخل المغرب لا خارج المغرب، في اوروبا مثلا، لقى واحد الحيويه واحد القوه، بدات يطلعوا الدروج بدون مشقه. ممتاز. يعني حيويه، اذا ديرها 3 اسابيع وتجاوبنا تكمل 3 اشهر والله يحفظها. نعم. الحمد لله. نمشيو الاسئله هذه المره على الاس ام اس على 55 66 6 دراهم. تي تي سي السؤال كيقول من عند محجوبه، القشور ديال التفاح الى طبخات مع العسل واش كتنفع في الحجر ديال المراره؟ وهكذا غنكونوا كنجاوبوا حتى على السؤال ديال محمد من ورزازات اللي تكلم على ان واحد السيد عنده من الدوار اللي عنده الحجر في المراره، هنا شنو يمكن لك تقول لهم؟ القشور ديال التفاح مطبوخين الى طبختيه في الماء جربوه الناس. انا ما فراسيش ما استعملتوش، سبق لي انا سبقنا استعملنا بزاف الجنجلان ترقدوه في الماء بلا حراره عطى نتائج، استعملنا البصل كثير عطى نتائج، النبك عطى نتائج، هادو عطونا زيت الزيتون على الريق عطى نتائج، هادو عطوا نتائج. بالنسبه ليا معقول تعطي نتائج القشور ديال التفاح، لان كثير من الفوائد ثلثين الفوائد كاينه في القشور. مزيان، بخصوص الاملاح المعدنيه والمواد الهائله المتميزه. نعم. فقط الوصفه اللي نجحت بها بزاف هو زيت الزيتون، على زيت الزيتون فيها الخرقوم 3 معالق كبار، مرقده الخرقوم او مرقده في الثوم، اذا زيت الثوم 3 معالق كبار زائد عصير البصله. نعم. تدار على الريق ساعتين قبل الافطار، وحكيت لكم الناس اللي تبعوا ونزلتهم الحجر ونباتي 100%. ومن المواد الاخرى اللي عطت نتائج عصير التفاح مع البربه والمعدنوس، عطت نتائج خارقه، علما ان المعدنوس بوحدو تعطي نتائج، فخصنا ناخذو بطريقه صحيحه. ممكن نغليو كاس الماء
نديروا فيه جوج معقد المعدس نطحنوا مع خل التفاح ثلاثه خمسه سبعه مرات في النهار فقط ما ندخلوش المسيئات الى الجسم. نعم. كيماويات، معلبات، قشور، لحوم وهكذا. اذا توتي تخوا سومان نديروا مراقبه. كل ثلاث اسابيع نديروا مراقبه وان شاء الله ما يكون الى اخره. اما البصل معلقه كبيره مع ثلاثه معلقه ديال زيت الزيتون مرقده في الثومه لمده ثلاث اشهر نتائج خارقه جدا. ممتاز. سؤال اخر على مستوى البواسير اعزكم الله، كاينين وصفات ارتباطا كذلك بسؤال اخر بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم جروح على مستوى المخرج اعزكم الله وكيدهنوا غير بالعسل. العسل كافي اذا كان حر. اذا شكيتي انه حر غدير دير الزعتر حبو مطحون. نعم. اذا شكيتي ان اذا ما عندكش الزعتر دير الشيح. نعم. ما كانش الشيح غادي دير شويه غادي دير المعدنوس. القاعده ما هي؟ كاين جروح خصنا سيبغيات قشور الرمان مثلا او اتاي وغادي خصنا نضبطوا الالتهاب الثوم مسلوق وخصنا المعدنوس خصنا ايضا كاين تعفن جروح تعفن جروح التهاب وعندنا التهاب وخصنا انطنا سيبغيات باش 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 بوغ سودي العروق. نعم. حيت اون بو سودي الجرحه نقدروا نلأموا الجرحه ديال الجلد ولكن ما نقدروش نبنيو القنوات الدمويه. خدمتين ماشي خدمه واحده، اذا اربعه الحوايج. قشور الرمان فيهم هذه الخاصيات ديال الصبغيات زائد انه سيكاتريزون وضد الالتهاب، الزعتر كذلك، الشيح كذلك، العسل كذلك، غير الا كان مغشوش. نعم. اذا الا خفتي يكون مغشوش ديري غير المعدنوس بوحدو كافي. واضح. ضد الالتهاب فيه في القدرات باش يبني القنوات الدمويه ويجمع الجرح، ولكن هذا المعدنوس ثقافه قديمه ماشي المغاربه فقط. كاين حتى عند باقي الفلاح على الصعيد الوطني. نعم. ملي تيتجرح تيشد اوراق الشجر خضرين تيدقهم وتيديرهم ربع ساعه تيتجمع الجرح. ممتاز. اما الخياطيه عندنا في المحمديه وفي الشاويه موجوده وهكذا الخير موجود، علاش نقزموا قدراتنا والخير موجود؟ خاصنا نعرفوا ربما غير الطريقه الصحيحه وشحال المقادير اللي ناخذوا هذا الشيء، علاش كتكونوا برفقتنا كل اثنين الاستاذ والباحث كريم عبيد العلوي اخصائي في العلاج بالوسط.